في حديث تاريخي واف يوثق النقلة النوعية القياسية لحاضر المملكة العربية السعودية في كافة مؤسسات الدولة ورؤاها وقطاعاتها، استشهد ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالمنجز الذي حدث في مضمار استئصال التطرف ومكافحة الإرهاب. قدمت وعوداً في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. وخلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزويا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجوده بينهم مرة أخرى. خطاب الكراهية هو الدافع الرئيس لتجنيد المتطرفين، ويشمل ذلك خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاد من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. في الوقت الذي تدين المملكة وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب. نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير، لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب.